لو عندك مشاكل في حياتك سواء كانت عائلية عاطفية مالية، حتى لو حد مزعلك بيتنمر عليك أو فقدت وظيفتك أو عايز تخلع من مراتك، اليابان لقت الحل لكل ده. الجوهاتسو بالعربي يعني التبخر. انت ما جيتش، مش موجود، يعني انا مش موجود، عقل الجن بقى شبح. في جميع انحاء العالم، من الولايات المتحده الى المانيا وحتى المملكه المتحده، بيقرر بعض الناس انهم يختفوا ويتخلوا نهائيا عن حياتهم القديمه من غير ما يسيبوا اي اثر. بالليل يطلعوا من بيوتهم عشان يبداوا حياه جديده، وغالبا ما بيبصوش على الماضي ابدا، بل احيانا عقود، وفي بعضهم بيموت ومحدش يعرف عنه اي حاجه. في اليابان في شركات بتقوم بعمليات الانتقال الليلي وبتساعد الاشخاص في الاختفاء، وبيقدموا لك خدمه ممتازه وبيرتبوا لك حياه جديده وبيخفوا كل اثارك القديمه. واستحاله بقى حد يعرف يوصل لك، لان الشرطه مش هتدور عليك الا اذا كانت في جريمه او حادثه او سيادتك مطلوب. كل اللي عيلتك تقدر تعمله تدفع فلوس لمحقق خاص يدور عليك، او يستنوا لحد بقى ما سيادتك ترجع تكلمهم. عزيزي المشاهد، لو عجبك موضوع التبخر، احب اقول لك بالنسبه للمختفين، فمشاعر الحزن والاسف بتفضل معاهم بعد ما بيسيبوا حياتهم القديمه. يا ترى تقدر تتبخر وتسيب حياتك واهلك واصحابك حتى لو كان عندك مشاكل كتير؟ شكرا، واشوفكم في حلقة جديدة.